الانتشار الاصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكله. كان في الاول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي الا بعد ال 35 40 سنه. الالم اللي عندي ده الم بتاع غضروف ولا الم حاجه تانية؟ في علامات مميزه لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ. الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه والجراحه المناظيره، الاثنين تولز. ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، كليه طب قصر العيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراح المخ والاعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. القمة العلمية الكبيرة يا أستاذنا أستاذ الدكتور يوسف الحميلي، نورتنا يا فندم وشرفتنا وأهلا وسهلا. شكرا جدا. معلش أنا هبدأ حواري معاك بحتة يعني لا تليق بالمقام العلمي اللي احنا قاعدين فيه، لكن لازم نقولها. أنا شفت في الفترة الأخيرة للأسف، كنت اعتقدت أن أنا قضيت على هؤلاء المشعوذين، لكن لقيتهم موجودين بيشتغلوا عادي. هقول لحضرتك، أنا ليا تلامذتي اللي بعلمهم، في أحد المرات لقيت واحد فيهم بيحتد بشدة إن إزاي جايلنا مريض بنعمل له عملية، المريض ده جاي عامل عملية قبل كده، ومش بس عامل عملية قبل كده، المريض ده راح لحد من المشعوذين، كان ماشي على رجله، لعب في ظهره، جاب له شلل، راح لحد عمل له عملية، الشلل بدل ما كان في رجل بقى في اتنين، وعدم تحكم في البول. فجاي إزاي والدكاترة، هم الدكاترة بيغلطوا زي ما دول بيغلطوا، وإزاي؟ فكانت الإجابة إن إحنا هنقدر نقضي على الناس دول بحاجة واحدة، بنجاحنا إحنا، بصورتنا الناجحة وسط المجتمع بتاعنا. النهاردة لما بعمل العملية لمريض من أي دولة عربية أو من أي دولة أوروبية ويجي مصر ويعمل عمليته وينجح ويروح بلده، ده أكبر سفير للعلم، مش ليا أنا كشخصي، لكن ده أكبر سفير للعلم. عشان كده بقول لولادنا اللي بعلمهم، اجتهدوا انكم تقدموا احسن ما عندكم، اجتهدوا انكم تعملوا المريض الأمانة، والأمانة دي مهمة جدا جدا، الأمانة العلمية والخبرة وإتقان العمل، هم دول احسن وسيلة هنقدر نقضي بيهم على كل من تسول له نفسه انه يمارس الطب بطريقة خاطئة، سواء كان دكتور بيعمل عملية غلط، سواء كانت عملية معمولة بأساليب عقيمة يعني خلاص أكل عليها الزمان وشرب، سواء كان واحد دجال مشعوذ. إحنا رسالتنا دايما إن إحنا ننقح ونعدل ونصحح، وإذا ما كناش إحنا اللي عندنا العلم والعلم اللي بالمستوى ده، وربنا هيئ لنا الأسباب إن إحنا ناخد العلم بالكيفية دي ونسافر نتعلم بره وناخد شهادات ونتعلم ويبقى عندنا الخبرة الواسعة، ويبقى عندنا كمان من نعم ربنا علينا الأساليب والوسائل والتقنيات الحديثة اللي نعمل بيها العمليات صح، يبقى مين اللي هيصلح؟ رسالتنا في مجتمعنا إن احنا نصحح كل هذه المفاهيم الخاطئة، زي ما كانوا الرسل، ولله المثل الأعلى، طبعا احنا مش زي الرسل ولكن نحتذي بهم. الرسل كانوا بيقاوموا فساد، كانوا بيقاوموا جهل، كانوا بيقاوموا أساليب وطرق في الحياة والدين وفي كل شيء عقيمة ومترسخة لدى الناس، وتعبوا قوي عشان يحاربوها. احنا محتاجين ده، محتاجين رسل في العلم، محتاجين ولادنا يبقوا على قدر المستوى العالي من المسؤولية، تحمل المسؤولية، ودايما اول حاجة بربيها في المساعد بتاعي ولو ما لقيتهاش عنده برفض ان انا اعلمه، انه ما عنده تحمل المسؤولية. انت بتبقى عامل زي قائد المعركة او ربان السفينة، انت اخر واحد هينقذ حياته، بتضحي بكل شيء من اجل المريض، وبالتالي عندنا علينا رسالة. الرسالة دي مختصرها او مفادها ان انا اعمل عملية كويسة باسلوب كويس، المريض بتاعي يطلع في المجتمع بتاعه يقول يا جماعة العلم هو الحل. ودايما بقول للناس البسيطة اللي بتدور على الوهم، من فضلك دائما النصاب وراء طماع. انا لا اتهمك بالطمع وانت مريض غلبان، ولكن اتهمك بان انت عايز تختصر اسلوب العلاج الطويل في خطوة تافهة، اللي بيعملها اصلا ما عندوش الدراية هي ايه. لو سألت واحد من اللي بيعمله
الحاجات في الظهر ده عدد الفقرات كم مش هيعرف، تركيبة الفقرات ايه مش هيعرف. يا جماعة العلم عشان يطلع لنا وسيلة معتمدة بنمر بـ7 مراحل من التجارب العلمية، ده لو بناخد دواء 7 مراحل. العمليات الجراحية البحث العلمي بيخضع لمجهود رهيب جدا لا يمكن اختزاله في عصاية او فقاقة او حاجة هميوني. وعايز اقول لكم لو السحر هيفيدكم كنا تعلمناه. ليه؟ احنا بنتعب قوي عشان نوفر لكم امكانات واساليب علمية دقيقة ما تخرش المية. طب بتخر المية ليه؟ حاجة من اتنين، اما ان انت جيت متأخر للدكتور، يعني المريض اللي عنده مشكلة في العمود الفقري اما راح متأخر قوي، يا اما راح لحد غير متخصص. واحنا بقى مش هنلوم البشر بقى ونقول طب ما في الاطباء ناس بتنصب، طب ما في كل ده البشر، احنا لن نستطيع ان نحارب كل الجهلة ولكن نستطيع ان نحارب الجهل بايه؟ بنموذج يحتذى. دايما بقول لاولادي اللي بعلمهم الديانة الاسلامية انتشرت في الشرق الاقصى بامانة التجار المسلمين، كذلك الحال ايام المسيح أتباع المسيح الـ 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 الأخلاق بتاعتهم هي اللي نشرت الديانة المسيحية، حتى أن إمبراطورية كاملة تتبع هذه الديانة بسبب أخلاق الناس وهكذا. العلم اقترن بالأمانة والأخلاق وإتقان العمل، ودائما في قرآننا الكريم ربنا بيدي أجر للمتقين وبيدي أجر للمؤمنين وبيدي أجر لكل شيء، لكن الأجر الأعظم لمين؟ للمحسنين. وتجد في كثير من الآيات أن الجزاء الأعظم للمحسنين. من هو المحسن؟ اللي بيتقن عمله إلى مرحلة إن هو يبقى من رأيي أنا منافس، منافس عالمي. أعمل عملية النهاردة، كل عملية أنا بعملها أضع فيها من المجهود اللي يكفل لها إنها تبقى بتنافس على مستوى الدنيا كلها، وده هو العمل الباقي اللي هيقعد لنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يتوفانا. ما هو كله هيروح، مفيش حاجة بتفضل غير انك يبقى عمل صالح ينتفع به، علم صالح ينتفع. المبدع العبقري استاذ احمد الشقيري كان له مجموعة من الحلقات حول الاحسان، هو من افضل من شرح الاحسان في المعنى الحديث، واعتقد انه اداله صور كبيرة جدا في العالم، العالم كله فكرة الاحسان، احسان في العمل. صحيح. يعني ايه الاحسان في العمل؟ الاحسان احنا على المستوى البسيط بناخد الاحسان يعني اللي هو ايه، ان انت تحسن لحد يديله فلوس او لا لا، الاحسان معناه اكبر من كده بكتير. طبعا الاحسان اتقان في كل شيء. الراجل اللي بيعمل بيشتغل في الاكل نفسه لو هو عنده درجه احسان هيبدع. اللي بيعمل بيلم يعني المخلفات الاحسان هيبدع. اللي بيعمل الاسفلت بتاع الطريق. عايز اروح للاحسان في معنى مهم جدا في جراحات العمود الفقري وهي الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية صورة من صور الإحسان، الإتقان الشيء اللي هو بنقول عليه الإتقان المبدع، إن أنا بشوف كل حاجة باخد بالي من كل غلطة. الجراح الشاطر دائما متمكن قوي ولكن مش مغرور. مش مغرور بمعنى إيه؟ إن أنا بسأل نفسي 100 سؤال، السؤال ده بسأله نفسي في كل مرة، لو أنا عملت الخطوة دي للمريض هتنجح؟ طيب آه ولا لأ؟ لو آه ايه الدليل على انها تنجح؟ عملتها قبل كده ونجحت؟ عملتها قبل كده 20 مرة ونجحت؟ ليس بالضرورة ان انا عشان عملتها 20 مرة ونجحت تبقى تنجح، ولكن دايما بسأل نفسي السؤال ده ليه؟ عشان لو انا هفيد المريض بخطوة فوق الخطوة او خطوة دون الخطوة او بحاجة تانية غير اللي بعمله ده افكر ان انا اعمله. وعلى فكرة البحث العلمي، واحنا طبعا اساتذه في الجامعات، لما بنتكلم على البحث العلمي، البحث العلمي الحديث النهاردة بينصب في جزئية كبيرة جدا منه على إعادة التساؤل حول مفاهيم راسخة وثابتة في الطب، وبنعيد النظر فيها ونعيد البحث فيها بالأسلوب والتقنيات والأدوات الحديثة. يعني يديني فكرة مثلا، الأرض كروية، ده مفهوم علمي. طيب النهاردة بيبقى السؤال الأرض كروية ولا لأ؟ احنا أثبتناها من 100 سنة ولا من 200 سنة ولا من 1000 سنة؟ بنعيد إثباتها باستخدام التقنيات الحديثة إن الأرض كروية، ده مفهوم وحاجة مسلم بقى، ولكن ليه بنعيد إثباتها؟ إحنا بنعيد الكلام في العلم بالطرق الحديثة. ليه؟ لأن النهاردة أنا كنت بعمل خطوة ومسلم بأن الخطوة دي هتفيد المريض 100%،
ماذا لو أجرتها بطريقة مختلفة أحدث وأفضل وأوفر، ممكن تبقى مفيدة أكتر وأوفر في الوقت وأوفر في المجهود. جراحة الملاحية بتنصب على أن أنا هوصل اللي بوصله بالعين المجردة في وقت أسرع من العين المجردة، هوصل لمعدل الإتقان في العملية الجراحية كأني عملت العملية وعملت أشعة في أثناء ما بعمل العملية عشان أثبت لنفسي وأثبت أن أنا شلت الحاجة اللي أنا داخل أشيلها، سواء كان انزلاق غضروفي، سواء كان ورم، سواء كان تعديل أو تثبيت أو تقويم للعمود الفقري. إيه اللي هيقول لي الفرق ما بين اللي كان عند المريض واللي أنا فيه باللحظة وبالثانية وبالملي؟ هو الجراحة الملاحية. بستخدم وسيلة مراقبة تعيد لي تنظيم الأمور لحظة بلحظة، تديني الثقة في اللي أنا بعمله، تخليني أعمل اللي كان ممكن ما أعملوش بالعين المجردة أو بوسائل الجراحة الأخرى، وتساعد كل الوسائل الأخرى في أن أنا أصل إلى معدل نجاح للعملية الجراحية. والأهم أن أنا ما اخترقش حاجة من الوسائل الدفاعية اللي ربنا عاملها للمريض. يعني أشيل غضروف من غير ما أشيل عظم من الفقرات، أستأصل ورم من غير ما أفتح فتحة كبيرة تؤدي إلى تدمير العمود الفقري، وهكذا وهكذا. عندي دايما برضو لما الحوار يكون على الجراحة الملاحية ثلاث طرق، ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي لا يعلم شيء عن الجراحة الملاحية وما عندوش التولز بتاعتها، فبالتالي يرفضها تماما، يرفضها ويقول أنها نوع من المبالغة وإلى آخره، وتكلفة زايدة على المريض لا داعي لها. والاتجاه الثاني اللي هو ربما عنده هذه الجراحة فيقول أنه بيعملها لكل الحالات، أي حالة تدخل نعملها جراحة ملاحية. برضو ده إكستريم أعتقد. وفي الطريق الوسط اللي هو الجراحة الملاحية الموظفة لمن يستحقها في الحالات التي تحتاج. عايز حضرتك ترسم لنا خريطة الثلاث اتجاهات دول. دائما الاعتدال في كل شيء هو الصح. ما أقدرش أبقى بستخدم حاجة وانصب على استخدام الحاجة دي. أنا بستخدم وسائل كثيرة جدا في العملية الجراحية لأني بحارب مرض، وفي الحرب أنا بستخدم تقنيات وأساليب ووسائل كثيرة جدا جدا علشان أكسب الحرب. أنا بحارب مرض، بحارب ميكروب، بحارب ورم، بحارب غضروف، بحارب تشوه فقرات، بحارب كل مكان معايا أساليب ووسائل كثيرة جدا استخدمتها، كل ما كنت أنجح في معركتي. ومش بس كده، ده أنا ممكن أخلص المعركة اللي بتقعد 6 ساعات في 45 دقيقة تلت ساعة. ليه؟ ما أنا معايا وسائل مساعدة كثيرة جدا، وكل ما تعددت هذه الوسائل كل ما تعدد قدراتي، وبأصبح بدل ما أنا بشتغل بإيد أنا بشتغل زي الأخطبوط بأزرع متعددة. بستخدم دي عشان توفر لي وقت، بستخدم دي عشان توفر لي حجم الجرح بتاعي، بستخدم التقنيات دي علشان ما استخدمش فتحة كبيرة المريض ينزف اضطر انقل دم او اقعد فترة على ما سيطر على النزيف ده في العملية، ضيعت من وقت المريض نص ساعة تلت ساعة بياخد فيها بنج، البنج بيأثر على الأجهزة وهكذا. وبالتالي كلما تعددت استخدامات التكنولوجي كلما تعددت الفائدة. إزاي ندمج المناظير والجراحة الملاحية؟ دائما بقول إن أنا في أوضة العمليات معايا خطوط دفاعية، بستخدم الخطوط الدفاعية دي في إيه وإزاي؟ دي حاجة بتفصل وترتب وتبنى زي السيناريو المسبق مع كل عملية أنا بعملها. النهاردة أنا ممكن أستخدم المنظار ده في خطوة واحدة، ممكن أستخدم الميكروسكوب في خطوة واحدة، ممكن أستخدم الليزر في خطوة، ممكن أستخدم طرق التفتيت بالموجات الصوتية في العملية أو لا أستخدمها. لكن مهم جدا إن قبل ما أعمل العملية، وده اللي أنا تعلمته من الجراحة الملاحية كوني أنا الدكتوراه بتاعتي وشغلي كله في الجراحة الملاحية، إن في حاجة ما يسمى بالسيناريو المسبق، إن أنا بحط بروتوكول عمل، بحط خطة عمل للعملية بتاعتي لعلاج المريض بشكل عام من أول العملية إلى نهاية بالعلاج والعلاج التأهيلي والرياضة والتمارين. قبل ما أبدأ أعمل عمليتي لابد إن أنا يبقى عندي بروتوكول عمل، خطة عمل، دراسة مستفيضة عن حالة المريض أدمج فيها كل هذه الوسائل علشان أصل إلى إن أنا بعمل عملية جراحية ناجحة بكل ما تعني كلمة ناجحة،
يعني ايه نجاحها؟ ان انا قدرت استأصل او اعمل استأصل ورم او الغضروف او اعمل تقويم او تثبيت للفقرات بالشكل الناجح اللي انا عايزه، وصورت صورة داخل العملية ادتني النتيجة بتاعتي في التو واللحظة، وقارنت النتيجة دي باللي كان موجود عند المريض قبل العملية. لا، والأهم من ذلك ان مش بس كده، اختصرت وقت طويل جدا في إجراء العملية. كان هيستغرق المريض ده 6 ساعات، أصبحنا بنستخدم 3/4 ساعة. ده معناه ان انا استخدمت بنج قليل، ده معناه ان انا كمان مش هقعد المريض في وضع العملية بشكل كبير. حاجة الأهم من ذلك ان انا ما اخترقتش الخطوط الدفاعية، مش هخر دم، مش هنقل المريض أكياس دم، مش حاجات كتير جدا جدا اختزلتها الجراحة الملاحية ووضعت المريض في المكان الصحيح في أسرع وقت. في سؤال مهم قوي عايز أسأله، مش أنا اللي أسأله، ناس كتير في مصر لازم تاخد بالها من الحكاية دي في الوقت الحالي. تعالوا نسمع سؤال الشارع لمنطقة مهمة جدا في حياة الكثيرين الآن. ازاي الواحد في الجيم يحافظ على ظهره، يعني في العمود الفقري مثلا انزلاق او اي حاجه، عشان بيبقى فيه اوزان تقيله والعاب بتبقى الواحد بيبقى موطي وكده، ازاي بقى الواحد يقدر يحافظ عليه؟ اعتقد انه في حالات كتير بتجي لك مشاكلها كانت في الجيم. تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي الا بعمل عمليه لشاب تعرض لانزلاق غضروفي بسبب الممارسة الخاطئة للرياضة وخصوصا الجيم. والإصابات الرياضية جانب مهم جدا، وعلى فكرة هو ده الجانب اللي بيكبر لنا نسبة الإصابات في العمود الفقري في الآونة الأخيرة. خدوا بالكوا الإحصائيات بتقول الكلام ده على مستوى العالم كله مش عندنا بس، وده مهم جدا. عندنا مهم جدا في إيه؟ هو برا بيبقى نتيجة إن هم بيرتدوا مجالات الرياضة بشكل أعنف شوية وبيعملوا حاجات مجنونة شويتين. عندنا بيحصل الكلام ده نتيجة ان احنا عندنا الفكاكة عالية جدا، يعني بزعل قوي والله بزعل. بلاش الانسان المصري الهميوني اللي هو يعني بيعمل جيم، بيروح الجيم هو عاوز يعمل اعداد لجسمه ويطلع بشكل فظيع، يعني موديل في 3 أسابيع. مفيش موديل في 3 أسابيع، مفيش حد بيوصل لمعدل انه يبقى عنده فتنس عالي جدا في مدة قصيرة زي ما بنعمل. ونروح بدل ما نلعب التمارين في نص ساعة او ساعة الا ربع او ساعة او ساعة، يعني ايا كان الوقت اللي يليق بجسمنا، بنتعافى على نفسنا ونفتكر ان احنا كده هنعمل يعني عضلات في وقت ضيق، وده غلط. محك هذا الامر، انا مش متخصص في الرياضة ومش رجل رياضي، وإن كنت أمارس الرياضة جيدا، ولكن بقول دايما أن أنا علشان أقدر ألعب كويس لابد من إعداد جيد جدا. المدرب اللي مش هيقولك الكلام ده ما تسمعش كلامه، وبالذات لأولادنا الصغيرين. عايز تلعب رياضة لها أصول لها قواعد، أهم حاجة في الرياضة الإعداد الجيد. وافتكر كلمتي دي وانت داخل الجيم، أنك قبل ما تلعب أي رياضة لازم بتسخن على التريد ميل لفتره، ولازم ولازم ولازم. والكلمه الثانيه بقى، خدوا بالكم كتير من مدربي الجيم للاسف عندهم انزلاقات غضروفيه، هم كتير هم نفسهم تعرضوا نفسهم تعرضوا. فاحنا ناخد بالنا، ولما نلعب بالطرق والاساليب الصحيحه، علشان مش بس في الجيم، في اي رياضه ايا كانت. يعني قبل ما نمشي خالص بقى لازم اوريكم بقى بعض التهورات، التهور مش بس في الجيم، تهور في الحركات، تهور في انه عدم تقدير خطوره الوقعات. يعني الوقعات اللي هنشوفها دلوقتي كلها يندرج تحتيها او يعني تمشي تحت اطار انا اتهور وادفع الثمن غالي. مقابل ايه التهور ده؟ مقابل ان اتصور، مقابل ان حاجه لا، بس دي وقعات يعني مش ناس في التلج بقى وبتاع، بس في ثانيه اهو، يعني في ثانيه. وطبعا الكعب العالي بيلعب دور هنا، والستات يعني هنا مفيش كعب عالي، بس طبعا هنا مجموعه في ثانيه الوقعات بس ده كله في التلج، يعني ما يعني ده كله. هنا بقى الاخ المتهور ده بتنط انت، يعني ليه بتنط النطه الغريبه دي ليه؟
ممكن الثمن يجوع برضو هنا. التلج لعب دور مهم في كل هذه الوقعات، لكن في وقعات تانية بقى بتبقى التهور لعب فيها دور كبير. تنورتنا وشرفتنا النهاردة، أسعدتنا بهذا الحوار الممتع كالعادة والمتنوع ما بين الجراحة الملاحية والمناظير ودور الجراحة الملاحية والعمود الفقري وما شكله، فسحة جميلة في العمود الفقري. نورتنا دكتور يسر. شكرا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور يسر الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة على الاسم العريق، كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع